دير في السوق؟ شنو كتشوفي انت في السوق؟ اللي تنشوف في السوق تخرج معايا دابا انا غنخرج. كاين بعض الناس والله الا تيهزوا لك فيفا تيخرجوا والله ما تيشريو، ولا كان تيدي كيلو ولا تيدي نص كيلو. وبلا ما نقول لك اخويا خرج غير الحومه وشوف شوف شوف الناس تيبكي، والناس كاع موظفين وتقهروا، والناس موظفين وتقهروا. انا واحد الفيديو راهو حاطاه وعباد الله بلا ما ندرجوا صورته وتقهر، وراه حشومه قهرونا قهرونا بالكريدي. في الاول دخلوا لنا داكشي ديال الكريديات، زمتوا عباد الله بالكريديات، ودابا قاسم تيقتلوا فينا عرق بعرق. دخل دابا تشوف دخلت عليك بالله انا ما هبط، وتشوف الناس الناس تتبكي الناس تتبكي. عباد الله واش رمضان كنا تنعمرو طويبلتنا طويبلتنا باللي عطى الله، تتحط ثلاثه الميكلات ربعه الميكلات العيلي تتاكل ماشي الكرش. ودابا بنادم ما بقاش يوصل ليها ولا يدير ماكله وحده ويفكر. انا راه عندي غير بنت وتقهرت، عرفتي علاش تقهرت وخرجت نهضر؟ قاش انا من تنشرب هاد الدواء ما تنوضش وما عنديش اللي يخدم عليا. اذا الدوله خصها دير لي حل. كانوا قالك دفعوا الراميد وغيديروا لينا حل وغيبداو يخلصوا، فينا هو داكشي؟ فينا هو؟ وقتاش؟ اي نعم هما بالعربيه والتعرابيت هاد الحكومه الجديده باغا تقتل الطبقات الهاشه في خطره، باغا يحيدونا يصفيونا. ولكن حنا بجهد الله باقي باقي رزقنا في الدنيا، وما عندهم ما غيديروا بينا، ما عندهم ما غيديروا لينا. لحقاش حنا النهار اللي غادا الدور الدور راه غادي نخرجوا ليهم، ما نبقاو نشوفوا حتى حاجه. فهمتي هادشي اللي بغيت اخويا باش نقول لك انا هادشي اللي علاش درته؟ توصل بيك الكلوة؟ توصل بيا الكلوة، نحيد الكلوة. ولا ما لا ما لا ما قداتيش نحيد الكلوة الثانية، ما عنديش مشكلة. أنا باقا عاد نعيش، أنا 34 طالع في 35، أنا نعيش قد ما نعيش. عشت عشت في أيامات العز، عشت كلشي خلانا بن كيران، عشت الشي العز عشت فيه. دابا ما كاين عز، دابا ما كاين عز، دابا كاين غير الخنز. كلشي الدل كلشي الدل، ولا كلشي تيبكي، ولا الرجال يبكي، ولا الدراري يبكي، ولا البنات يبكي. كي غنديروا حنا نعيشوا؟ كي غنديروا نعيشوا؟ عطيونا حل كي غنديروا نعيشوا باش هما. شوف 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 انا ماشي تنهضر في السياسه ولا تنهضر على حاجه وحده، على كرشي. وشوف السياسه كي دايره، ومشاو للشعب البطاطا، عارفين الشعب ديال البطاطا؟ كاين اللي عندها ثلاثه الدراري تجيب 3 كيلو ولا كيلو تسلقوا تعطيه لولادها. مشاو للشعب ديال البطاطا، يعني نتوما العائله الهاشه خاصكم ما تبقاوش، يبقاو ما ظروف فيها ويعدمونا جمعونا ويعدمونا ولحنوا الحدود وحنوا الحدود. ما بغاش خسر الهضره، انا راه طالعه معاكم. حنا الحدود ندرقوا جينا من هاد البلاد، وحتى حنا نمشيو نخدموا ونجيو نقولوا عاش بلادنا ونجيو ندخلوا لها بوجهنا احمر. انا خويا هاد البلاد بلا ما نبقى نكثر عليك طلعت لي في الراس، كرهتها وكرهت ولاد الدول تيهضروا علينا. والمخير مخير فيهم كان كان المغرب معروف مرحبا وزيد القدام، كاين هادشي ولا ما كاينش؟ ولاو دابا كاع جيراننا تيهضروا مع من الجزائر. عباد الله من الجزائر ولينا حنا تنبانوا لهم جيعانين. فينا هي حقنا؟ والحكومه والحكومه وراه خاصك تشوفي. وضحكوا فينا كاع الدول والجيران، علاش المغاربه ولاو بالجوع؟ وحنا ماشي بالجوع، حنا رزقنا فينا هو في هاد البلاد، رزقنا فينا هو في هاد البلاد. كاين عندنا حنايا كلشي، الحوت عندنا، عندنا تبارك الله جوج بحورات، عندنا الخضره، عندنا حنا كلشي، حنا تنصدروا. كيفاش غيوليو يهضروا علينا الدول يقول لك حنايا بالجوع؟ يلا فهمها ليا فهمها ليا فهمها ليا السي خنوش. واسي خنوش اللي حاط رجل فوق رجل، تبدا تعمر الطابله ب 5000 درهم 4000 درهم، وانا ما لقيت حتى 100 درهم. وانا والله تنبقى تابع السي خنوش، اما يديوني اما يعدمونا اما يديروا لي حل. انا يعطوني غير حاجه وحده، حقي في الصحه، حقي في السكن، من حقي. راه الناس في اوروبا بدل ما عندهمش دايرين لهم فين يتخشاو، وحنا والله خويا انا ما خلصتي الا بتي. نقول لك الصراحه الا ما خلصتي ما بتي، كي بغيتيني نقول هاد البلاد بلادي؟ وانا اشرحوا لي راه غنحماق عباد الله، بقوت لي حمقوني وليت نوصل للمريفي ونشرب الدواء وراه غيحمقوني دابا. شرحوا لي باش بغيتوني نقول هاد البلاد بلادي. وهي هازه عليا الكتاف، هازه عليا الكتاف، ما شايفاش فيا كاع، كنقول انا بلادي. والله ياخذ فيهم الحق اخويا. شنو خلاك تولي راه خسائي؟ هذا الشيء هذا الشيء معاهم بداو بشويه بشويه، فهمتي؟ زادوا شويه في الكراش وفي العقارات، شويه زادوا شويه في هذا، وغادي بشويه بشويه. وانا غادا اخويا وتنكبر ودور انت في خبارك. داري تحرقات لي، داري تحرقات لي، ما لقيتش مساعده. ونعاود نقول لك عام وانا نعسه تنشرب الدواء، وما لقيت لا طبيب وما لقيت لا دوله، ولقيت حتى شي واحد يجيب لي غير قفايه الاخرى. والمرض ما مرضتوش على خاطري في هذه البلاد، هذه المرض ما مرضتوش على خاطري في هذه البلاد. وهادشي اللي خلاني نخرج راقصه،
وملي تبعتها وتعاونوا معايا خوتي المغاربه وتعاطفوا معايا وطلعت لي القناه الحمد لله، ولكن راني مريضه تنشرب الدواء ما نقدرش ندير. واش بغيتوني نوض نبقى ندير لايفات ونهضر في لايفات وانا شاربه الدواء نقول شي هضره نمشي للحبس؟ انا ماشي هي عائشه وهي مسطار، انا ماشي هي. فاش انا بديت نهضر بزاف انا ملي تنشرب الدواء تنعس تنعس باش ما نقولش شي حاجه ندم عليها، ولكن دابا راه بزاف راه وصلت بيا راه وصلت بيا، وانا واحد هو اللي معاونني وتمتي عاوني تتي بهدني وانا خويا ما مولفاشوك. شكون شنو تقولي لهذاك اللي كيلومك علاش وليتي راقصه؟ اش نقول لهذاك اللي تيلومني على هذا؟ نقول له الله ياخذ الحق في الدوله، انا ما تلومونيش حقاش دابا هما دابا حاليا تيشوفوا حاليا تيشوفوا كلشي بلا يبكي كلشي ولا يبيع نفسه، وحتى اللي ما باعش بنفسه بها تيبيعوا بطريقه اخرى، واللي ما كانش يبدا يتبع الحس باش يوصل الضغمه لوجهه اللي ما كانش يرضى ولا تيرضى. وعقلتو فاش كنت دزت مع سميره الداودي قلتها لكم قلت لكم راه كلشي غيولي يعيش بلا كرامه وحنا غاديين فيها دقه بدقه، ولكن حنا ما نسكتوش على كرشنا يديروا اي حاجه ما نسكتوش على كرشنا. انا بغوني نسكت يعطوني انا ما والو والو انا يعطوني غان الدوايا وحقي في السكن وفي الصحه كريم العيش. خاش انا ملي غنشرب هاد الدواء غنا شكون يخدم عليا؟ انا هادشي اللي بغيت نفهم، واش نبقى نمشي نخرج للابواطات؟ اه نقول لك الفاسد الفاسد راه هما اللي كثروا لينا، الفاسد هما اللي داروا لينا اصلا، كون ما كانش هذاك راه داير لينا حقنا. اي كريم عيش حنا طالبين حاجه طالبين نعيشوا مستورين حتى واحد ما داين فيها. اي باش تقول كلشي من الاول حتى الاخر كلشي ميت كلشي ما كاين الله كلشي غيتحاسب. ايوا ديروا لدنيتكم ديروا لدنيتكم ماشي تخرج انت حنا نقصنا وحنا وتا سي خنوش والله خنشك وتا داك الكلاب هما بصراحه كلاب هو دوك الكلاب ديالهم ما بقيناش حنا تنثقوا فيهم ما بقيناش نثقوا فيهم. واخا يضل يطلع يضل يخطب باينه شنو كاين، حنا عندنا الثقه في واحد هو محمد السادس الله يخليه لينا. باقي لحد الان تنقولوا عاش محمد السادس وعاشت بلادنا، واخا هاد البلاد راه كرهونا فيها راه ما كاينش اللي كرهنا خويا في البلاد، وما كاينش اللي تهضر معايا يقول لك انا يحلوا لي حدود ندير قد هاد الحكومه الجديده كرهات صغير وكبير. وانا قد بنتي تنشوفهم باغين يحرقوا عباد الله الله يحرق السي خنوش. واش شي نقول لي خرج ضرب غيدوره خرج كي ولد الشعب وضرب دوره، ولكن لا تساطحوا معاه غيعطيو له امه غيدوروه مزيان وما عندوش الجراه باش يخرج ويوري وجهه حقاش خسرها كما نقولوا قودها سالا والله ياخذ فيه الحق اخويا الله ياخذ فيه الحق. انا شحفني وانا صايمه الله ياخذ فيه الحق. اللي هضرتي معاه تيقول لك الغلاء، اللي هضرتي معاه تيقول لك الكريت زيت، اللي هضر وحنا تيهضر ليا والبارح تنتشرط واحد الميس تيقول لك وحنا نقصنا باش نخليو المازوت هكاك، وانا بانت لي عند بانت له عندي الروج محطوطه في الباب ولا وانا مالي اخويا هما الليسانس وانا مالي هما المازوط ادخلوا ليا العقلي. وحنا تنهضروا على الطبقات الهشه واللي ما عندها تا موطور واللي ما عندها تا بيكالا قبل ما يبقى يدوخنا. هذوك اللي تيهضر عليهم راه قدروا حنا حنا ولاد الشعب على كرشنا نقدروا نديروا اي حاجه، والشي الاخر يعاودوا راسهم بن حنا ماشي شغلنا بلا بغاونا نبقاو ساكتين، ولكن باش يحقرونا ويدوسوا علينا برجليهم ويديرونا بحال اللي ما كاينينش ودار ما عمرها تكون. وغنبقاو نهضروا وغنبدا نهضر وغنبقى نهضر حتى ناخذ حقي في هذه البلاد. ما ياخذوش لي حقي يحلوا لي غير البلاد الحدود عباد الله نمشي بحالي من هذه البلاد. وانا راه ما يمكنش نقول وي مغربيه وانا تنتهان تنتهان وسط بلادي وبرا بلادي جيراننا ولاو يقولوا لك حنا مغاربه جيعانين سيروا شوفوا حكومتكم خليكم جيعانين وحنا عندنا رزقنا. واش هذا الشيء تقبلوا السيخ اخنوش؟ نهار رجع كلشي تبهدل ماشي حشومه السي اخنوس الله يخنشو حشومه باش نقول ليه السي حرام في هذاك باش السي باش تكون فيه السي. اللي السي اللي السي هو اللي تيحس بالضعفاء، اللي السي هو اللي تيحس بالطبقه الهاشه، وكو كان يدير زوين وغايخرج وتشوف الناس كي غايديروا ليه وكي غايتعاملوا معاه. واللي سولتي وحده منهم انا كون هضرتي معايا دابا وسولتيني على هاد الحكومه الجديده غنهضر عليها زوينه كاينه خويا ولا ما كايناش، ولكن راه دابا بارك وبركه ها العار ها العار صافي اخويا صافي. انا بغاوني غنحماق انا نحماق صافي ما فهمتش. انا واحد تيكتب لك ورقه ديال الدواء تمشي للسبيطار ديال الحومه وتيعطيك الدواء ب 400 درهم هي راه هادو مش مصاصين الدماء
ماشي بغاو يبصونا الدم وصافي اخويا خلونا حمقانا في الزناقين دور. انا راه باقا عايشه على ود هاد البنت هادي.